نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم استماع الناس للعلم قبل صلاة الجمعة في غير المساجد؟ إذا كان هذا لا يؤخرهم عن صلاة الجمعة فلا مانع، لكن الغالب أنه يؤخرهم عن صلاة الجمعة، لا يتحلقون إلا إذا جاءوا لصلاة الجمعة في المسجد الجامع ينتظرون الصلاة ثم استمعوا إلى موعظة أو إلى درس، ما في مانع، لأن هذا لا يؤخرهم عن صلاة الجمعة. نعم.